مرحبا طلاب، فيديو جديد راح نشرح فيه مادة قواعد البيانات. بهذا الفيديو راح ناخذ موضوع اسمه اليونيون كويري. مثل اسمه يونيون، راح يسوي عملية اتحاد بين حقول او جملة سيلكت او كويري او تيبل ويجمع محتوياتهم. يعني مثلا خلينا نسوي مثال بسيط، راح اجمع عندي هنا بجدول الاس عندي السيتي، وعندي بجدول البي هم عندي دول السيتي، راح اجمعهم بحقل واحد. فراح نكتب هنا سيلكت city from S. هنا راح يجيب لي هذا الاستعلام، راح يجيب لي من المدن الموجودة بS. راح اكتب union واقول له select city from P. اذا هذا الاستعلام راح يجيب لي مدن الS، وهذا هذا الاستعلام راح يجيب لي مدن P، وهذا union راح يجمعهم. خلنا نسوي تنفيذ. مثل ما تلاحظون جابهم هنا. طبعا لا تلاحظون ان هنا عندي خمس مدن، عفوا هنا ستة، وهنا عندي خمسة. من عملية اليونيون نسوي عملية مثل شلون نقول الجروب باي، اي او مو جروب باي، فقط انه تجيب العناصر بدون تكرار. ان اي عازلاخ هو اليونيون ال. اليونيون ال اذا كتبتها راح يجيب لي كل المحتويات، فهسه المفروض تطلع عندي 11 مدينة. هي يعني مثل ما هو حاط فارق بيناتهم، هذني هن مدن اس الاستعلام الاول، ذني لندن وباريس، باريس لندن اثينا، وذني هن الستة هن المدن الموجودة بجدول الاس بي. مثل ما تلاحظون هو حاط فاصل بيناتهم. طبعا اسم الجدول الفوق هذا المكتوب سيتي راح يطلع على نفس الاسم الحقل اللي موجود بالاستعلام الاول. يعني هنا أنا هذا مو كاتب اني سيتي، راح يطلع نفس الاسم. خلينا نغيره، مثلا نسميه از ذا مثلا سيتيز، سمينا as the cities. خلنا ننفذ غير اسمه. لكن اذا غيرنا الاسم هذا as the cities حطينا هنا ما راح ياخذه، رجع اسمه سيتي. معناه اني مغير الاسم سميته the cities بس ما رجعه. ليش؟ لانه ناتج الاستعلام عن اليونيون راح ياخذ اسم الاستعلام الاول، السلكت الاولى اللي كتبناها فوق اليونيون هو اللي راح ياخذ اسمها، فلذلك الاسم المستعار لازم ينحط يمه. هاي هي طريقة اليونيون. طبعا نقدر نجمع اكثر من حقل، طبعا مو الا شرط يكونون متساويين بالداتا تايب مالتهم. مثلا هنا السيتي كانت مدن، اقدر اجمع وياها مثلا مو الا سيتي، هنمسح هاي الاسم المستعار، مو الا سيتي اجمع وياها، مثلا اجمع وياها البي اي او البي نيم. هذا اسماء مدن وهاي اسماء بارتات، ماكو مشكلة، فراح يجمع ليهم هنا، راح يطلع ليهم. هذا هو ناتج اليونيون. طبعا اوكي ذني اسماء باسماء، مو الا راح امسح البي نيم واحطه، اقول له اريد الويت الاوزان، هاي ارقام وهاي كلمات فوق، هم راح يجمع ليهم ماكو مشكلة، حيطلع لي ذول السيتيات، ذني السيتيات من جدول اس وذني الاوزان الموجودة بجدول بي. اذا ماكو مشكلة اذا سويت يونيون بين حقلين مختلفين بالحجم مالتهم بنوع البيانات اللي تحتويهم. لكن فقط اكو شرط واحد، انه لازم اذا سوينا هنا حقل واحد لازم بالاستعلام الثاني يكون حقل واحد، ما يصير مثلا اكتب له ويت وبي اي دي، هنا راح يعترض، راح يعترض يقول اذا نمبر اوف كولومز ان ذا تو سيلكتد تيبلز دو نوت ماتش، يعني ما متشابهات عدد الحقول المختاره بعمليه يونيون ما متشابهات. اذا لازم اذا اريد اجمع لازم اجمع بيناتهم بصوره متساويه. هسه هنا مثلا راح اسوي اس اي دي و اس نيم مع بي اي دي و بي فارزه بي نيم، سويت اثنين باثنين، راح انفذ. مثل ما تلاحظون نفذ لي هذا هنا زوالياهم اثنين باثنين. اذا لازم عدد الحقول الموجوده بجمله بين اليونيون لازم تكون متساويه. هاي هي موضوع اليونيون، موضوع كلش بسيط. طبعا لازم ما ننسى فقط انه اذا قلنا يونيون ال راح يجيب لي كل القيم، اذا قلت له فقط يونيون بدون ال راح يجيب لي القيم بدون تكرار. راح ناخذ موضوع ثاني بهذا الفيديو اللي هو موضوع الباراميتر، موضوع كلش مهم اللي هو الباراميترز المتغيرات. شلون نعرف متغير في كود الاس كيو ار؟ فقط مثلا حنكتب هنا سيلكت، مثل ما كنا نسوي سيلكت، عفوا دا اكتبها غلط، جمله سيلكت. راح اكتب المثال اول شيء بدون باراميتر، وراها نضيف الباراميتر حتى اعلمكم شلون. راح ندوس سيلكت ستاتس from S، حيجيب لي الستاتس اللي موجوده بجدول الاس. اذا اروح هنا على كلمه ستاتس وندوس زائد 50، فراح يجيب لي الستاتس وزيدها 50 ويعرض لي اياها. مثل ما تلاحظون غيرت الستاتس.
زين هسه ابدا اعرف واذا غير بحيث مو انا اقول له زائد 50 او يقول لي ايش قدر الزيتون فانا ادخل الرقم بدل 50 فلذلك شلون اسوي هاي العمليه فوق عمليه كمجره سيلكت راح اسوي نكتب كلمه بارا ميترز لان طبعا لازم اكو شغله مهمه لازم نحط حرف الاس مو باراميتر واحد وانما باراميترز اي متغيرات ولكن لازم نعرف على الاقل من كتبنا كلمه باراميترز لازم نعرف على الاقل متغير واحد بس لازم ما ننسى هو حرف الاس فراح اعرف باراميتر لازم هنا وراء عمليه ما كتبنا جمله باراميترز اللي راح تخلينا اعرف متغيرات انطي اسم المتغير مثلا راح اكتب ذا فاليو او طبعا نقدر نكتب اي شيء لاخ وورا كلمه ذا فاليو ورا اسم المتغير لازم اعرف نوع المتغير لا هو نص هل هو رقم هل هو عمله هل هو مدينه هل هو مثلا وقت هل هو تاريخ هنا انا بما انه راح اعرف رقم فراح اكتب شورت اللي هو رقم ولا ننسى فالشغله مهمه نحط فارزه منقوطه هاي هي طريقه تعريف متغير بكود الاس كيو ال نكتب كلمه باراميترز ننطي اسم الباراميتر ونوع المتغيرات العفو نوع الداتا تايب اللي مستعمله ونحط فارزه منقوطه هسه راح امسح ده 50 واقول له بدل زائد راح اكتب كلمه ذا فاليو المتغير اللي انا عرفته وراح انفذ فهسه يقول لي هو هنا حيطلع لي رساله يقول لي ايش قد تريد الفاليو اللي انت تريدها فراح ادخل مثلا 200 واقول له اوكي بالتنفيذ راح يزيد لي كل الستاتس 200 هاي هي طريقه تعريف متغير واستعماله نرجع للكود الاس كيو ال خلينا نسوي مثال ثاني حتى تكون الفكره عندنا واضحه اريد بالمثال الورا انه اجيب معلومات الاس بي كلها والتي قيمها للكيو تي واي مالتها تكون محصوره بين ال150 وال250 كل معلومات الاس اي دي هذا كل معلومات هذا الجدول كلها اجيبها يعني الاس 1 والبي 1 اللي الكيو تي واي مالتهم تكون محصوره بين ال150 وال250 خلينا نفذها لهذا السؤال راح اقول سيلكت الستار from sp where الكيوتي واي هذا فشي مهم اسمه between يعاز between between هذا يجيب لي القيمة المحصورة بين قيمتين between 150 and 250 مثل ما قلنا بالسؤال خلينا ننفذ جاب لي بس ذني القيم لان ذني فقط القيم المحصوره بين ال200 وال250 طبعا ال200 وال150 ما ياخذ ال250 وال150 ما ياخذهم ياخذ فقط القيم المحصوره بيناتهم يعني من 151 لل249 هسه بدل هاي ال150 250 راح اضيف باراميترين فراح حتى ما اتحدد بيهم انا ادخل القيم بنفسي فراح اكتب هنا انا بارا ميترز وراح اعرف متغيرين واحد اسميه مثلا فيرست فاليو وحيكون نوعه شورت ننطي فارزه ننزل وهنا أنا راح نعرف متغير ثاني اسمه سكند فاليو وهم حيكون نوعه شورت ونحط بالاخير فارزه منقوطه مثل ما قلت لكم لازم فارزه منقوطه ورا عمليه تعريف المتغيرات طبعا انا حطيت هاي المسافه اللي هنا فارغه هيك فقط يعني فقط ارتب الحلمات انه انا عرفت متغيرين ونوعهم شورت طبعا نقدر نعرفهم سطر واحد لكن فقط عمود الترتيب هسه راح هنا بدل 150 راح اقول له between first value وبدل 250 راح نحط second value اذا هسه راح اني اتحكم بالفاليو اللي اجيبها اني اذا ماكو داعي انه ادخل القيمه مباشره انا اتحكم بها من حنفذ راح يقول لي اريد الفيرست فاليو مثلا اقول له مثل ما نفسنا قبل شويه 150 وهسه راح يقول لي اريد السكند فاليو اقول له 250 اذا انا اختاريت انه يجيب لي معلومات الاس بي اللي الكيو تي واي مالتها محصوره بين 150 و250 طلع لي نفس الحل هاي هي الطريقة طبعا ملاحظة مهمة قبل ما نبدأ بالمثال الآخر انه تعريف الباراميترز بملف الـ SQL يحول السؤال من static الى dynamic يعني هو يعني ان هنا من كنا قبل شوي كتبت هنا 150 و250 بدل الفيرست فاليو والسكند فاليو كان السؤال ستاتيك انه فقط حيلتزم انه 150 و250 لكن من ضفنا باراميترز صارت السؤال حيوي اكثر دايبين دايناميكيه اكثر انه المستخدم هو اللي يتحكم بي هسه راح نسوي مثال اخر اوكي اريد مجموع الكيو تي واي مجموع الكيو تي واي يعني سامبل الكيو تي واي الاي مجهز احنا نختاره الاي اسم مجهز احنا نختاره خلينا نمسح طبعا بما انه اكو هيك لازم بها هاي رابط اذا اقول له سيلكت
هنا انا لو لدينا نربط طبيعي راح اقول سلكت الاسنيم حشوفكم حل السؤال بدون باراميتر اسنيم وسم اللي كيو تي واي from جدول اس وجدول اس بي وير اس دوت اس اي دي تساوي اس بي دوت البي ال العفو دوت اس اي دي زين هذا هو الشرط مال اثنين واذا نفذنا هنا راح يجيب لي العفو عندنا داله تجميعيه وعندنا حقل وياها فلازم هذا الحقل ينذكر بالجروب باي فاقول له جروب باي اس هذا الجروب باي راح يحمل اس نيم هسه المفروض من انفذ راح يطلع لي كل المحتويات راح يطلع لي هذا اسمائهم بليك كلارك جونز سميث ومجموع الكيو تي واي مالتهم طبعا احنا نعرف انه اسماء المجهزين هم خمسه مو اربعه ولكن هنا عندنا الاسم الخامس مجهز اللي هو ادم ما مجهز ما موجود بجدول اس بي فما جاب لنا اياه زين هسه قلت انا ادخل اسم المستخدم انا ادخل الاس نيم هو يعطيني المجموع مالته فراح اروح اعرف متغير هنا لفوق parameters اسمه the name ونوع text ومن اعرف text قبل شوي كنا نعرف short اللي هو رقم ما نكتب ايش قد اما من اكتب text لازم اقول كم حرف يقدر المستخدم يدخل فانا راح احط مثلا 40 ونحط فارزة مضبوطة واشيل بدل الاس نيم راح نحط the name جروب باي لازم هاي همين طبعا الجروب باي هم نمسحها هم حتكون دي ني وننفذ هسه يقول لي هو يريد الاسم مثلا راح داخل له جونز ادوس اوكي راح يطلع لي فقط جونز وفقط المجموع مالته انا اتوقع المجموع بي غلط ها العفو هو هنا ما نحطه العفو هو بس نجيب المجموع مالته العفو ثواني بس عندي خلل العفو عرفت الخلل وين ما نكتب جروب باي نمسحها نحطه and اس نيم الاسم اللي نختاره اللي هو the name هنا هو حيجيب لي فقط المجموع مال الـ 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 مال الـ 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 الاسم اللي راح احنا ندخله فهنا مثلا راح اقول له جونز راح يجيب لي 700 اللي هو عدد الكيو تي واي اللي يجهزها جونز ها هي طريقه تعريف المتغير بالكود الاس كيو ار فقط نكتب كلمه باراميترز وانا ننسى كلمه حرف الاس في الاخير ونكتب اسم الباراميتر اللي نريد نعرفه ونكتب نوع الداتا تايب مالته اذا كان رقم ماكو داعي نحط هاي الاقواس والأربعين واذا كان نوع تكست فقط نحط هاي الاقواس انه نقول للمستخدم انه تقدر تدخل فقط 40 حرف ولا ننسى ايضا اكو بالاخير فارزه منقوطه هنا ينتهي هذا الفيديو واتمنى استفادتوا من عنده